شفت فيلم زكي شان؟ مش عارفه اقول حاجه ان احنا بنعزي نفسنا كلنا، بنعزي طبعا باسل محفوظ، وبنعزي مدام سميره، وبنعزي مصر كلها تفقدها استاذ عبد الرحمن محفوظ، وبنعزي نفسنا. هو سابنا بس وقت بس عمله معانا، وان شاء الله دايما كده ربنا يتجمله بيه. وطبعا احنا كلنا فقدنا قامة فنية كبيرة، الكاتب الكبير طبعا محفوظ يشكل وجدنا وعقولنا. وهقول ايه، هو ما فيش اي حاجة، يعني مكانته معروفة على المستوى الثقافي والفني. هقول ايه غير ان ربنا يرحمه، هي دي اهم حاجة، ويغفر له ويعفى عنه ويتقبله بقبول الحسن، ويجعل ان شاء الله للنادي قبر روضة قيمة وقامة، شيخ المفكرين، وله كتابات عظيمة جدا جدا، وله مسلسلات وله أفلام وله حوارات من أعظم ما يمكن. رحمة الله عليه.